النقطة الثانية في بيان فلسفة تشريع الخمس، لماذا شرع الخمس؟ هناك زكوات، هناك صدقات، فلماذا شرع الخمس إلى جانب الزكاة وإلى جانب الصدقة؟ الخمس فريضة مالية تعويضية، يعني ماذا؟ يعني الغرض من تشريع الخمس هو التعويض، فلسفة الخمس هي التعويض. شلون هي التعويض؟ خل أوضح لك. الخمس الذي يدفعه الإنسان سهم يرجع للسادة أبناء رسول الله، اليتامى والمساكين وأبناء السبيل منهم، وسهم يرجع لمن؟ يرجع للإمام عليه السلام. فلما تدفع الخمس، خمسك سهمان، سهم للسادة أبناء النبي وسهم للإمام عليه السلام. هذا السهم، سهم السادة تعويض وسهم الإمام تعويض أيضا. شلون؟ سهم السادة تعويض للسادة، كيف يكون تعويضا لهم؟ والله سبحانه وتعالى عندما شرع الزكاة وشرع الصدقة إلى جانب ذلك حضر الزكاة والصدقة على أبناء رسول الله، شرع الصدقة وشرع الزكاة وقال هذه الزكاة والصدقة تحضر على آل رسول الله، هنا يصير اختلال في التشريع، لا يحصل هناك توازن. لماذا؟ لأن المحتاجين من غير أبناء رسول الله يجدون ما يسد حاجتهم في الزكاة والصدقة، طب أبناء رسول الله ماذا يصنعون؟ لابد من إيجاد علاج شرعي لإيجاد حالة من التوازن. هنا الله سبحانه وتعالى شرع الخمس ليكون ماذا؟ نافذة لتعويض السادة عما حرمهم من الزكاة والصدقات. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: إنما جعل الله هذا الخمس لهم، يعني لأبناء رسول الله، خاصة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم عن صدقات الناس، تنزيها لهم من الله سبحانه وتعالى لقرابتهم من رسول الله. إذن سهم السادة فريضة تعويضية في مقابل سد باب الزكاة والصدقة أمام أبناء رسول الله. ذن نجي إلى سهم الإمام، سهم الإمام كيف يكون فريضة تعويضية؟ التفت، هنا الفقهاء يقولون سهم الإمام هل هو ملك للإمام أم هو ملك لمنصب الإمامة؟ هذا بحث فقهي. فقهاء المتأخرون أغلبهم يقولون سهم الإمام ملك لمنصب الإمامة وليس ملكا شخصيا للإمام. يعني ماذا؟ يعني الإمام لما يتوفى ما ينتقل الخمس لورثته، لا، ينتقل للإمام الذي من بعده فقط. الخمس ملك لمنصب الإمامة، الإمام بما هو إمام يمتلكه. ليش الله جعل فريضة مالية وملكها منصب الإمامة؟ مو الله يعلم بوجود خطين، خط الإمامة من ناحية
والخط المخالف لإمامة أهل البيت من ناحية، ويعلم بأن بيتنا للمسلمين وبأن الزكوات والصدقات ستكون بيد من؟ بيد الخط المخالف لإمامة أهل البيت. خب بعد ذلك الأئمة كيف يديرون أمور شيعتهم؟ كان لابد من إيجاد فريضة تعويضية. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال إن الخمس عوننا، عوننا يعبر عنه الإمام الرضا، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى شيعتنا وعلى عيالاتنا وموالينا، فلا تذودوه عنا فتحرموا أنفسكم من دعائنا. وهذه رواية جدا مهمة. الإمام يقول في دفع الخمس حصول على الدعوات المباركة من الأئمة، فلا تذودوه عنا فتحرموا أنفسكم من دعائنا. إذن الخمس جعله الله بشقيه فريضة تعويضية، عوض الله أبناء رسول الله بها عن الزكوات والصدقات، وعوض الله بها منصب الإمامة عن ماذا؟ عن الخراج والزكوات التي جعلت بيد غيره. وهذا التشريع هو الذي حفظ للمذهب الشيعي كيانه واستقلاله. احنا الشيعة شلون صرنا مستقلين؟ احنا الشيعة شلون صرنا مستقلين وأئمتنا كانوا مستقلين ومرجعيتنا الدينية المباركة لا زالت مرجعية مستقلة اعتمادا على ماذا؟ على فريضة الخمس المباركة. هذا الخمس الذي أدفعه أنا وتدفعه أنت ويدفعه لك أوجب استقلالنا نحن الشيعة، فلسنا بحاجة في مواردنا المالية وليست مرجعيتنا الدينية بحاجة إلى أن تتكئ على أحد خارج الشيعة والتشيع، بل تعتمد على مواليها وأتباعها، وهذا ببركة التخطيط الإلهي وحركة أهل البيت عليه السلام. لذلك المحاولات الساعية الآن للتشكيك في وجوب الخمس، هذه المحاولات تريد أن تقضي على القلعة الحصينة للتشيع وهي قلعة المرجعية المباركة. إذا صار المراجع بحاجة إلى غيرهم وصار المراجع لا باب أمامهم إلا باللجوء إلى غيرهم، تتهاوى المرجعية الدينية من شموخها وتكون كالمرجعيات الأخرى، بالتالي المرجع ما يمكن يفتي بكل فتوى ولا يمكن أن يحكم بأي حكم، لابد أن يراعي الجهة التي تأتي الأموال منها، وهذا استقلال لمرجعيتنا الشيعية المباركة. فإذا تشريع الخمس له فلسفة مهمة وتخطيط إلهي كبير أرشد إليه الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.